حدثني عباس بن الوليد النرسي حدثنا معتمر قال سمعت ابي حدثنا ابو عثمان قال انبئت ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه فجعل يحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه من هذا او كما قال قال قالت هذا دحيه قالت ام سلمه ايم الله ما حسبته الا اياه حتى سمعت خطبه نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل او كما قال قال فقلت لابي عثمان ممن سمعت هذا قال من اسامه بن زيد